قبلة جريئة بين معتصم النهار ولين برنججي، فيديو رومانسي جمعهما أصبح حديث الناس. عودة معتصم النهار ولين برنججي رسمياً إلى بعضهما بعد نشرت لين برنججي مقطع فيديو رومانسياً جمعها بزوجها الممثل السوري معتصم النهار، ظهرا فيه وهما يقبلان بعضهما، وختما الفيديو بإشارة قلب. وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو، وانتشر المقطع على نطاق واسع بين جمهور الثنائي وسط تساؤلات إن كان الثنائي قد عادا لبعضهما أم لا بعد انفصالهما رسمياً العام الماضي. وفي وقت سابق تحدث معتصم النهار عن علاقته بلين برنججي، لافتاً إلى أن أكبر مخاوفه في الوقت الحالي يرتبط بابنتهما ساندرا. وأوضح الفنان السوري أنه قرر الانتقال والعيش إلى جوار طليقته، لا سيما أنهما قررا المحافظة على علاقة صداقة واحترام فيما بينهما، إذ قال: أحياناً بدك تلاقي الحلول لتلاقي 40% من الأمان اللي كنت عايشتيه. وعن حضانة ابنته فقد أوضح: أنا اليوم وبكرة وبعد 100 سنة الأطفال دايماً مع الأم، لأنه هي المكان الصحيح. اضطررت أن أبذل جهداً فوق طاقتي من كل النواحي لحتى ساندرا ما تحس إنها خسرت كتير، وحاولت أقلل من الخسارة بالعيش في منزل قريب من منزل لين وتكون قريبة منا مع إنها مدركة للانفصال. وتابع معتصم النهار: شفت إذا قررنا نستمر بزواجنا من أجل ابنتنا فإننا نوصل رسالة خاطئة لها، وقرار الانفصال كان أفضل الأسوأ. وواصل حديثه: اليوم أنا وإما منفصلين ولكننا أصدقاء، وهي الرسالة الأفضل إن نحتفظ بحد أدنى من الاحترام والحب والمودة والسعادة، أفضل من إن نكون في بيت واحد ونوصل شكل خاطئ لها عن العيلة. كما لفت معتصم النهار إلى أن ابنته كانت تشعر بالخجل في المراحل الأولى من الطلاق، فهي لم تتحدث في الموضوع مع أحد، لذا اضطر إلى بذل جهد كبير لاحتواء الأمر، معبراً عن خشيته من الأسئلة التي قد تطرحها عليه، ومنها عن التربية الجنسية، فقد يضطر حينها إلى أن يحولها إلى والدتها لتجيب على هذه المواضيع.